أول خبر هو عموماً حاجة رياضية. بدأ المزاد على بيع المنديل الشهير الذي يحمل اتفاق انضمام ميسي لبرشلونة ويعود لشهر ديسمبر بالعام 2000 عندما كان الأرجنتيني في عمر 13 فقط. الاتفاق المكتوب على المنديل وقع عليه المدير الرياضي لنادي برشلونة ووكيل ميسي ولم يكن ملزماً من الناحية القانونية، لكنه يمثل أول ارتباط حقيقي بين ميسي وبرشلونة، وهذا الارتباط هو أعظم قصص كرة القدم. يعني بذكرني بالعشاق اللي بيعترفوا لبعض انهم بيحبوا بعض بكتبوها على المنديل، ولكن هذا المنديل من سعر بشكل اخر، 300,000 دولار بيقولوا لنا سعره هذا المنديل. يعني هذا بطل عالمي ونجم، ان شاء الله يكون قماش بس مش ورق مناديل. يعني انا عموما برضو تذكرت انتقال زين الدين زيدان لريال مدريد، برضو كان عبر منديل لما كان في يوفنتوس، كتبوا له بيريز. يعني شو حكايه المناديل؟ قيمة بيكونوا قاعدين بيتعشوا أكيد في ما فيش ولا ورقة مثلا ولا أبدا على العشاء اتخذوا القرارات. أيوة وفعلا كان على العشاء يا ريم.